مدام فايزة، هذا زعفران الأصلي. هذا الزعفران الأصلي اللي هو اسمه كروكوس ساتيفا، اللي هان زرعينه توا في الثانية، توا في هذي العام الثالث. هذي قلت لك دونك اسمه كروكوس ساتيفا، هو سيتامبول معناتها بوصيلة. بوصيلة نزرعوها في شهر سبتمبر، دونك تطلع تعمل هالنبتة هذي، والنبتة هذي تخرج منها نوارة اللي فهاللون هذه ما تبداش لون اخر، لون هذا كهو اللون الموف، هذا اللون الموف. وتعمل هذوما البيستيل اللي هو نستعمله فيه اكل بصيلات الدخلانين، هذوما اكل الشعيرات هذوما. هذا هو الزعفران الاصلي. الزعفران هذا ما هوش معروف في تونس بشكل كبير، نسمع الناس الكل بالزعفران. حاجة غالية برشا الزعفران نسمع بها، أنا ما نعرفوش الحقيقة، ما كي نسمع زعفران معناه مباشرة نجي في مخي حاجة غالية برشا. غالية إفكتيفمون. شنية علاش النبتة هذه غالية؟ هذه شنية الاستعمالات متاحة اللي تخليها غالية؟ هذه غالية خاطر فيها دونك معناتها الكوت شير، الغوفيان شير على برودكسيون. هاك تشوف معناتها من البصيلة اللي هي في حد ذاتها غالية، هي كيلو بصيلات 200 دينار. هذه باش تزرعها؟ باش تزرع بصيلة. ومن بعد نحن هنا نعملوا كل شيء على ما، معناتها ما نستعملوش كل شيء باليدي، ما نعملوش مبيدات باش نحيو الحشيش، نخدموها باليد. خاطر البارسيل نتاع تجربه صغيره هكا، فيها تقريبا 200 250 متر مربع. فوالا هذه تجربه عملناها دونك سي لا ثوازيام اني سنة، وكل عام تتحسن شويه. كيفاش ينبت الزعفران؟ يعني كيفاش كيفاش نخدموه؟ كيفاش نحضروه؟ كيفاش شنو هي المناخ اللي يمشي معاه؟ ناخذوا البصيله نتاع الزعفران دونك ان بولب هي بالسوري، ونزرعوه كل 5 سنتي نحطوا بصيله ونغطيوهم 5 سنتي 10 سنتي تراب ونسقيو. وبعد مده في توا عام سنة في نوفمبر خرجوا، خاطر في العادة تخرج تزرعوا في سبتمبر، في نوفمبر يبدأ ينور. إفكتيفمون. فوالا نجمعوه نحطوه هكايا، دونك نحيو البيستيل بالنوارة بالنوارة. فهمتني؟ سا سابيل ليمونداج، هذاك بعد لاكويات فما تصير ليمونداج، نلمو برشا نلموهم الكل نحيوهم ونقعدوا نحيو فيها البيستيل هذا. هذا يمشي النوارة هذه تمشي للتقطير، وهذا يمشي للتشييح. الخدمة فيها برشا تعب، فيها برشا تعب. تبدا كل نوارة تنحي منها ثلاثة بصيلات هذوك، ثلاثة شعيرات هذوما، الشعيرات هذوما الحمر. ونحطوهم بالكعبة بالكعبة، نخدموها بالكعبة بالكعبة. هذاك علاش سموه الذهب الأحمر هو؟ هذاك الذهب الأحمر، هذاك سميوها فيه، يسميو فيه الذهب الأحمر. هي ماهيش بلانت نادرة. وفيها برشا خدمة، دونك لازمك تخدم تلم برشا نوارات باش جرام في 200 نوارة، جرام من هذا يعني 200 نوارة تقريبا ينحيوا لنا جرام، ينحيوا لنا جرام. ولا الجرام قداش نبيعوه؟ الجرام هو الكيلو نبيعوه ب 60 مليون، معناه الجرام 60 دينار. الجرام 60 دينار افكتيفمون. غالي 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 غالي، اما الفوائد نتاعو برشا. الفوائد نتاعو برشا، قلنا يستعمل الأكثرية في الكوجينة التونسية. مدى يستعمل في الكوجينة؟ هي توا في تونس ما يستعملوهاش برشا، الأكثرية يستعملوها المغاربة، يطيبوا ياسر بالروز، ويستعملوها في المواد التجميل دونك ناتوريل، اللي يعملوا لي كريم فيها سي دي موليكول انتي اوكسيدانت، يعملوا فيها في لي بارفان، ونستعملوا فيهم نحنا نستعملوا فيهم في الصابون، نعملوا صابون او سافران،
ونعملوا حتى من العسل يعملوا فيه بالعسل بالزعفرة. عسل بالزعفرة يتخلط معناها بال يتخلط شايح هكاكا يتخلط مع الزعفرة مع العسل وفما عباد يحبوا النكهة متاع الزعفرة الزعفران في العسل. جدودنا يقول لك أرض نبت الزعفران يعني أرض قوية. أرض قوية أنا الحقيقة الزعفران نعرفه من الجملة هذه معناها أنا فيدي أرض تنبت الزعفران في بالي زعفران حاجة ما تنبتش في الأراضي متاعنا تنبت كان في الأرض اللي رمز القوة رمز الخصوبة رمز هذا استعملت تسميد ولا هكاك؟ هذا ما استعملت حتى تسميد كيف ما يقولوها أورغانيك معناتها ما نجمش نقول بيولوجيك خاطر ما عنديش لا سيرتيفيكاسيون أما ما نستعملوا حتى شيء حتى مبيد هاك تشوفوا النحل قاعد يرعى فيه بكري شيخ عليهم أنا نحليات اللي يدخلوا اسمع الكولور سبيسيال على ريت محليها بالرسمي حاجة مزيانة برشا مزيانة كيفاش جاتك الفكرة مدام فايزة؟ والله هي القصة كيفاش بديت مع أنا مرة قاعدة لهنا وجاني سي ضياء سيدي هو معناتها جاي من الجزائر قال لي انا راني نزرع في الزعفران في الجزائر نحب نعمل تجربه هنا قلت له مرحبا بك اي انسي معناتها بدات الحكايه مع تجربتي في الزعفران هي انت شاب جزائري مقيم في تونس مدام فايزه كانت تحكي لي توا قالت لي هو اللي جاب لي التقنيات نتاع زراعه يعني الزعفران بحكم انت تزرع فيه في الجزائر الزعفران صحيح نزرع في الجزائر عنده منذ السنوات حاليا تقريبا 8 سنوات احنا نزرع فيه في الجزائر حاولنا ننقلوا هذه التجربه لتونس انت فلاح في الجزائر ايه فلاح في الجزائر وتزرعوا فيه في بارسيل أكثر من هذا ونقلناه هنا التجربة هذه في تونس لقيناه في تونس تجربة نادرة مش موجودة وبحكم مدام فايزة تهتم بالزراعات البيولوجية والزراعات النادرة خذينا معها التجربة قلت علاش ليه خلينا نجربوها في تونس ندخلوا للسوق التونسي نشوفوا والحمد لله نجحت من حيث الزراعة ومن حيث كل شيء والمناخ والتربة والزراعة والتقنيات البيولوجية في الضيعة البيولوجية تاع مدام فايزة والحمد لله التكنيك أو التقنيات متاع الزراعة شنية حاجة مختلفة بالنسبة للزعفران شنية سبيسيال بالنسبة للزعفران الحاجة المميزة في الزعفران اللي نزرع فيه أنه خالي من المواد الكيماوية زراعة بيولوجية 100% اثنين ما يحتاج الماء برشا ثلاثة راهو نستعملوا يد عاملة يدوية ما نستعملوش شيء آخر يبقى الزراعة في بعض الأحيان في القطف الثاني والتجفيف وقطف الأزهار وهذيك نستعملوا اليد العاملة Thank you.